صباح الخير وصباح النور وعيدكم مبارك سعيد مره اخرى. كيف دايري؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. المهم البنات هذا الصباح واخا هكاك صباحه ناشطه، باقا ما فاطره ما حتى شي حاجه، يلا غسلت وجهي، ماما في الكوزينه كطيب في الفطور وغادي نفطروا ان شاء الله وغدوزوا معايا هذا النهار. مرحبا بكم في هذا الفلوق بالناس القدام والجداد اللي يلاه انضموا للقناه، وشكرا جزيلا جزيلا. اليوم غنصاوب واحد الدجاجه محمره باش نحتفل ب 300 كا، ما كرهتش ندير لكم 300000 دجاجه باش يلا تجي دجاجه لواحد. الله يحفظكم ليا والهلا يخطيكم. المهم انتم بقاو معايا ان شاء الله، انا غادي نمشي باش نوجد غنفطروا بعدا وغادي نمشي باش نوجد باش نصوب الغدا. ومهم نشارك معكم ضروري من الوصفات، ما نخليكمش ما ديوش على البيت مرول غنرجع ليه ونجمعو، ولكن نمشي نعتق الروح بعدا ونمشي نفطر. يلا بقاو معايا البنات. المهم البنات هذاك الفطور ديالنا، الحلوه ديال العيد اللي بقات، هذا الشيء اللي بقى البنات، الحلوه كاع كلها ما بقاتش، وهاد الكيكه هادي وصافي، والخبز ديال الدار. صراحه ماما ولات كديرها زوينه، كدير الخبز ديال الدار وكتنوض تشرطو هاد الشريطه هادي، وهادشي اللي كاين. وديك اسماء سلمات عليكم وصافي، هادشي اللي كاين البنات. المهم الحمد لله بعد ما فطرنا اللهم لك الحمد، جبدت هاد الدجاج البارح، جبدتها حطيتها في الثلاجه لتحت باش يلاه تلق ساعه ما تبقاش، ما والو بقات متلجه البنات، اضطريت باش نديرها هنايا باش يلاه تلق. والمهم ماما مسكينه دخلت جمعات الكوزينه وجمعات المعاس ديال الفطور، ما ديوش على الكوزينه راه باقا ما فهمت لها راسها من رجليها، ما كتفهمش نهائيا. يلا البنات بقاو معايا نوجد المقادير. البصله ها هي، حيت ما بقاتش عندنا البصله، مشى خويا جاب البصله وهانتوما معايا وجدوا غديوتنا مع بعضياتنا والهلا يخطيكم. وكنزيد بنات هاد الدجاج، كنزيد كنزيده ديال البصله. عرفتوا البنات راه جبدتها البارح في العشيه من الفريكو باش يلا يلا الصباح نلقاها طالقه. شوفوا شوفوا كيفاش راني كنحل فيها بزاف، غنخليها شويه في الماء تقريبا نقول واحد نص ساعه، هي راه مغسوله ناضي ولكن ضروري تكون مع التشلال، خاصني مازال نشللها ونعاودها نحيد منها شي شحيمات هنا كيكونوا. نخليها وبين ما نقيت البصله نرجع ليها ان شاء الله. البصله هذه الكبده ها هي كاينه، هاد العنيقات كانوا عندي حتى هما غادي نشللهم نحيد منهم، حنا ما عندناش مع القنصه ما كتعجبنيش انا بعدا القنصه ما عرفتش علاش، كناخذ غير العنيقات والكبده هما اللي كنحماق عليهم في الدجاج كامل، نقدر ما ناكلش الدجاجه كامله وناخذ غير العنيقات والكبده. يلا بقاو معايا نوجد كلشي، نقي البصله نضي كلشي نحط المقادير وها نتوما معايا. عمركم شفتوا البنات الثومه زراقت مع الشمس؟ اللي عارفه شي فكره تقولها ليا واش بصح نيت الثومه كتزرق مع الشمس. شوفوا البنات انا غادي نوريكم، شوف شوف عرفتوا، شرينا الثومه، كل ثومه هي ثومه، هي زوينه شوفوا قداش تبارك الله، ولكن زراقت مع الشمس. والصراحه ما كتعجبنيش ديك القضيه ديال نشد الثومه نقيها ونديرها في الفريغو، كنبغي الثومه تبقى تبقى يعني فخي تكون طريه، فهمتوني؟ ما عرفتش. المهم انا غادي نوجد هنا، ما عندناش الزيتون، كاين الزيتون مقطع ديباناج، ثم ديباناج غادي نديرو، وهذا راه لقيتو في الثلاجه ما كنتش كنصحابو، كاين ها هو لقيتو بعدا ما حنتنيش تضربي. صافي نجمع المقادير وهانتوما معايا. بالنسبه للعطريه الدجاج غادي نحتاج هنا، بالنسبه قولوا يلا يستر الشرموله ديال الدجاج، غادي نحتاج فيها الحامض مصير هكا مدقدق يعني هكا قرطو في القراده، ثومه، وغنحتاج هنا السمن، غادي ندير سكينجبير كيبغي هذا سكينجبير بزاف، غندير معلقه صغيره تكون عامره، غادي ندير معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف بحال سكينجبير، غندير البزار المعلقه صغيره ما تكونش حتى هي عامره، غادي ندير الضامه ديال الخرقوم او الزعفران اللي اختياريه، ما بغيتوش ديروا هذا عندكم زعفران زغبه ولا زعفران الحر ديروا هذاك احسن حاجه. غادي ندير الماء، الجهد اللي غادي نشرمل فيه هاد الدجاجه هادي، نحيد بعدا هاد العطريه من هنا
وصافي. وغادي نجيب الدجاجه ديالي اللي غادي نشرملها مزيان مزيان في هذه العطريه هذه، ندخلها فيها مزيان مزيان من الداخل من الجناب من جميع الانحاء. راه بطبيعه الحال راها مغسوله ومقاده. نجي هنايا نحاول ندخل العطريه هنا لداخل، كنهز بحال هكا بيديا وندخل هنا وندخل هنايا وسط ما بين الجلده واللحم مزيان مزيان. غير هو البنات هذه الا بغيتو ديروها مثلا بليله قبل، انا حيت كانت الدجاجه عندي كانت مكونجليه، داكشي علاش ما يعني ما درتش هاد القضيه هادي قبل. هنا غادي نخليها المده ديال نقولوا واحد نص ساعه، لحقاش دابا يلاه يلاه باش تجي مع وقت الغدا هو هذاك، ما نقدرش نخليها اكثر. المهم البنات نخليها، غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها حتى نبدا نبغي نطيبها ان شاء الله. انا بصراحه ما كنقليش الدجاجه الا بغيت نحمرها، ولكن هاد المره تشهيت نقليها، ما عرفتش علاش انا تشهيت نقليها. المهم هنا درت الزيت، زيد عليه البصله، استنى البصله تقلى مزيان، ندير دجاجتي 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 تبيض لي دجاجتي. عقلت على هاد الناس، يا سلام. ولا 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 على حاله، ايه على الشوهه، ايه على الشوهه معاكم. غنقليها على صدرها ونقلبها ونقليها على على هنا ونقلبها على هنا وعلى هنا. المهم انا تشهيت، بغيت نشوف داك اللوين، انا مشهيه نشوف داك اللوين. من بعد البنات غادي نخوي هاد الخليط هنا في الجناب، وغادي نزيد نروي. وغندير قبيطه ديال الربيع هنا في الجنب. هلا قلت الله اكبر، وغادي نسد عليها ونخليها طيب على خاطرها. من بعد البنات هنا كنخرج الدجاجه، هنا راني شوفوا راني نسيت خليتها تفلعصات من الفوق. غادي نزيد هنا في المرقه ديالها، غادي نزيد البصله، وغادي نزيد هاد الكبيده والقنيصات و العنيقات حتى هما. صافي غادي نخلط مزيان هاد الشيء، وغادي نسد عليه هاد الشيء ونخليه يطيب حتى غادي يولي ليا دغميره. هنا البنات غنوريكم درت البطاطا، قطعتها بحال هذا الشكل هذا طريفات صغار، حيت انا عندي بطاطا كبيره، وكانت عندي بطاطا صغيره نقسمها غير على جوج. درتها هنايا كتسلق، غادي نحسب ليها تقريبا 10 ديال الدقائق، خليت الماء كيغلي هو الاول، غنحسب ليها 10 دقائق. درت مليحه وغادي نصفيها ونوريكم اش غندير بها. غندوز البنات دابا نصاوب معكم واحد البطاطا اللي كتدخل الفران وكتجي مقرمله حسن من القليان 100000 درجه وكتجي بنينه. اول حاجه غنقول لكم المقادير، هنا غادي نحتاج الثومه، من الاحسن تكون بودره الى عندكم، الزعتر، غادي نحتاج الملحه، البزار، فلفله سودانيه يعني فلفله الحاره، غنحتاج مليحه وزعتر. هنا غير حيت كانت عندي زعتر داكشي علاش، اما الا بغيتوش ديروها ماشي ضروريه. وغادي نحتاج الخبز المحمص، هنا خديت الخبز كان عندي داك الخبز اللي كيتباع ديال الريجيم، طحنته غربلته خرج ليا هذا، ما غنديروش كله بطبيعه الحال. وغادي نحتاج الزيت البلديه والبطاطا، راه كيف ما قلت لكم ها هي من بعد ما دازت تقريبا 10 ديال الدقائق صفيتها، وغادي يعني نشرملها. دابا غادي نبدا بسم الله، غندير الزيت البلديه هي الاولى. شفتوا كيف ما قلت لكم راه ما نقدرش البنات نكون معقوله في الفيديو، في يعني هكا ضروري واحد الشكل معقول كنحس به بلا ما نشعر كنهضر بالمعقول، مع انني ما كنحملش نهضر بالمعقول، كيعجبني نهضر هكاك سبونطاني و على طبيعتي. المهم غندير هاد العطريه كلها لمولاتي، وغادي ندير الملحه، وراني ملحه هنا غنزيدها شويه. صافي غندير زعتر وغادي هكا نخلط هادشي هو الاول مع بعضياته مع الثومه. من الاحسن بنات الثومه تكون بودره، ماشي ديك البودره الاخرى ديك اللي بحال الطحين، تكون سمول، تكون بحال السميده. وغادي ندير البطاطا ديالي،
صراحه البنات كتبقى افضل طريقه هي هذه. غنخلطها مزيان، يدخل معاها هذا الشيء مزيان 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 مزيان. عرفتوا البنات كتجي مقرمله في الفران ولذيذه. هذه غادي نحطها هكا حتى داك الدجاج ملي نقدمو هكا غنحطها، احسن من القليه. ما تقليعينا بالقليان في رمضان، عرفتوا راه مشكله هذه مع القليان. بالنسبه للناس اللي كيبغوا ياكلوا القليان كل نهار، الحوت مقلي وهذا زعما صعيب عليهم الحال. صافي هنا انا مازال راني شويه فاتت 10 دقائق، ما غنتوما خليوها غير 10 دقائق تشد في راسها. المهم دابا غادي ندير هاد لا شابلور هو اللي كيعطي هذيك القرمشه، وغادي نعاود نحاول ندخل داك لا شابلور معاها. علاش قلت لكم البطاطا خاصها تبقى شاده في راسها؟ صافي الفران هنا راني مشعله على درجه حراره 200، يكون سخون مزيان مزيان. غنسرح هادشي في اللاطه وغادي نخليه يتحمر من الفوق ومن التحت. نهبط ل 180 ونخليه يتحمر من الفوق ومن التحت، وما نغطيهاش نخليها تتحمر. صافي وغادي نستف. هنا درت هاد البابي كويسون. البنات اللي كيسولوني هاد البابي كويسون والله ما عقلت على الثمن ديالو باش كناخذو. كناخذو انا رولو، من الاحسن خذوه رولو. صافي غادي ندير البطاطا، هنا ملي غندير البطاطا غادي نحاول ماشي ندير شي فوق شي، غنحاول كل بطاطا بوحدها. شفتوا البنات كتجي هذه كتجي ناشفه وغير بالزيت البلديه. غادي نحاول كل بطاطا تكون بوحدها، ما تكونش بطاطا فوق بطاطا، باش كل وحده تاخذ الحق ديالها في التحمار. شفتوا وغادي نجي هنا الفوق وغادي ندير خويط ديال الزيت. هنا شوفوا راني كنهز غير بهاد الغلاقه هذه باش نهز غير القياس، ما نهزش بزاف. الا بغيتوا ديروا الزيت البلديه نتوما ديروا الزيت البلديه من الاحسن. انا راه حيت ما بقاش عندي كندير هكا خويطات من الفوق وصافي والى الفران مباشره. كنحط الغداء البنات دابا. بطاطا هاد ماشي بطاطا، دجاجه شديتها قسمتها على ربعة ودرت لها شويه الزبده من الفوق وصافي ودرتها في الفران هكا تحمر شويه من الفوق وصافي. هادشي سخون وهادي البطاطا. شوفوني اش غندير بيها البطاطا اللي خرجت من الفران البنات. ها هي كتجي محمره شوفوا، كتجي محمره وزوينه. غادي نشدها وغنديرها هنا في الجلاد. شفتوا البنات بلاصه ما تشدوها وديروها هكا تقليوها ولا تديروها هكا مرقه كتجي هكا زوينه. الا بغيتوا البنات تزيدوا شويه في الحرور تحروها شويه حروها كتجي مزيان تجي فنه. كندور البطاطا في الطبسيل دغميره حتى هي جات زوينه ومعلكه. راكم عارفين ماشي اول مره كنشارك معكم الدغميره، غير هي كنشاركها معكم بطرق اخرى. ولاني البطاطا البنات راه واحد الرويحه فيها، يا سلام الرويحه اللي طالعه منها. ما كرهتكمش شحال من حاجه كتجي زوينه ما كنكرهكمش تذوقوها. كنقول لكم غير هاد البنات اللي كيتفرجوا فيا يذوقوا، ولكن انا متاكده انكم غديروها وغتردوا عليا الخبر. لحقاش كيجي واحد الطبق رائع رائع رائع. ندير سهله هنا في هاد الدخيله هنا. شفتوا ما شهيتكم ما شهيتكم ما شهيتكم. بلاصه ما تبقاو تقليو البطاطا ديروها الطريقه والله البنات غتشكروني عليها وغتحمقكم. شوفوا البنات كي كتجي رائعه رائعه.
المهم البنات غادي نمشيو نتغداو ونتلاقاو بعد قليل، غادي نوريكم البنات دوك الاسئله اللي سولتوني على هذاك المكياج اللي انا خدمت به في الفيديو ديال البارح، غنعطيكم الماركات اللي كنخدم بيهم. عرفتوا البنات جات بنينه هاد الدغميره هادي، زوينه الله يعطيك الصحه بصحتك، جات بنينه مع هاد البطاطا شوفوا. المهم البنات يلا لقيتوني، المهم تغدينا نط باش حيت بغيت ندير شي تصاور للانستغرام، قلت غادي نجلس شويه نقاد وجهي شويه وغادي نلبس ديك الكاندوره الصفراء باش نحط صورات على حساب الانستغرام. المهم الناس اللي كيعرفوا اللي عندي في الانستغرام راهو عارفيني كنحط تما تصاوري، وغادي نخليه لكم هنايا في صندوق الوصف، وحتى غتلقاو حتى في الرابط لتحت في بلاصه التعليقات، مرحبا بكم دخلوا. بالنسبه للبنات اللي سولوني لداخل ما تدوش عليا راني تالفه والله الا تالفه، ما عرفش مالي وكين تالفه. المهم بالنسبه للبنات اللي سولوني البارح على الباليت اللي كنخدم بها دوتا، وسولوني على البرايمر وعلى باش صوبت حجباني، اول حاجه صوبت حجباني البنات بهذا ديال مايبلين، زوين رائع في المارو، ما تاخذوش البنات اللي في الكحل، خذوا اللي في المارو، هو هذا هذا اللي في المارو البنات كيعطيك واحد واحد لي في ناتوريل لوجهك الحجبانك، يعني ماشي المهم لوجهك، لان الحجبان والعين راهما لوجهك، كيعطيك واحد الافي ناتوريل. المهم انت كتكوني اصلا، بالنسبه للبنات اللي دايرين ميكرو بليدينغ بحالي انا بحال حسبوني راني ما دايراش، لحقاش راه طار ما بقاش، راه غير شي شويه كنبقى هكا نكمل فيه بهاد سميتو كنرسم فيه، ما عرفتش فين حطيت كاع هذيك الشيته ديالو. المهم هذا واعر البنات، احسن من القلم، احسن من القلم ديال التراساج، احسن هذا احسن حاجه، كيعطيك واحد الافي ناتوريل وكيبقى ف يعني اللي شافك ما يصحابكش راه كاين طراسي حجبانك بهذا. وبالنسبه للفوند دو تان البنات غضحكوا عليا، ولكن كندير فيران لافلي كتعجبني وكتعطيني واحد اللون زوين في وجهي، كتفتح ليا وجهي، الا شفتوا البنات الفرق ما بين وجهي وما بين عنقي، وما كتشوفوش واحد البياض، كتشوفوا سموريه وفي نفس الوقت راه متفتحه. هذا كنديرو ملي كنبغي الماكي بالحق، اما ملي ما كنكونش الماكيه كنكون عا في الدار راني ما كندير حتى شي حاجه. بالنسبه للباليت كندير هذه ديال ريفوليسيون، فيها بزاف ديال الالوان، انا كيعجبوني الالوان الترابيه وما كنبغيش الالوان اللي كيتباركو اللي كيبريو بزاف، شفتوا هادو الالوان ديالي المفضلين، انا راني دايره منهم تحت عينيا، ولكن مع الشعب بزاف ضارب هنا ما كيبينش بزاف هاد هادشي اللي دايره انا، واخا كنكرم ما كتراش بزاف. المهم كيعجبني انا الماكياج، خليوني نهضر عافاكم تحشموني كتحشموا بيا. المهم كيف ما قلت لكم كندير هذه ديال ريفوليسيون، المهم ما بيهاش مزيانه. البرايمر البنات كندير هذا اللي كيخلي الوجه كيبري، ولكن هذا البنات الا بغيتوه خذوا الاخر العادي، يعني نتوما مثلا كتبغوا تماكيو النهار اللي خدامه وداكشي كتبغي تخرج خاصها تماكي يكون ماكياج كيبان عادي. هذا البنات ديال السهرات ديال العراس ديال بزاف ديال الحوايج، انا غير بغيت نوريه لكم، المهم راني ما دايراش غير بغيت نوريه لكم. بالنسبه للبنات الفراجو كندير هذا ديال فلوغمار، هذا زوين ديال فلوغمار، ما عرفتش كنت باغي نوريكم شي حاجه اخرى، شي حاجه كنتو سولتوني عليها وكنت بغيت نوريها لي المهم بغيت نوريكم غير باش معكره بنات بهادو بجوج مطراسي البنات بهذا، و هذا حتى هو اللي مات اللي كينشف الصراحه العكر ديالو واعر، هذا البنات حتى هو ديال مايبيلين، النمره اللي غتسولني على النمره 65. المهم هذا اللون هذا البنات واعر، وهذا البنات حتى هو ما عرفتش النمره ديالو ما كايناش حنا، المهم حتى هو زوين. هذا كنت خديته شحال هادي غير من عند مول الماكياج خديته، ولكن صدق ليا بزاف مع هذا اللون، كان طراسي الفم ديالي هو اللون، ماشي كان طراسي داك الطراساج الرقيق، كان طراسي نيت غليظ، وكنجي هنا كناخذ هذا غير هنا وكنديرها صافي، هو اللي يعني كيعطي هاد ليفي هادو حتى هو صراحه. المهم اللي كيعجبها هادشي الترابي راه غادي يعجب هادشي اللي عندي، اللي كيعجب داكشي الفاقع راه ما غاديش يعجب هادشي عندي. المهم البنات هادشي اللي كاين، غادي نوض نلبس ومهمتي ومهمتي التليفون كان غيطير من بلاصتو بقوه الجمال ديالي، التليفون كان غيطير. المهم البنات غادي نوض
البارح كنتفرج في الفيديو ديالي راه كنموت بالضحك. المهم غادي نوض نلبس العبايه وغتعطوني رايكم في العبايه مع لاكو. بالنسبه لفقرتوني كندير هذيك لا ماشين لا مارك ديالها ديال سميتها بابيليز هي اللي كندير بها البنات. هاد الجهه هادي ما عرفتش علاش ما كتبغيش تبوك لاليا، كتبان لكم الجهه طالعه وجهه نازله. كنشد هادي نديرها هنا وكنتصور من هاد الجهه. لحقاش هاد الجهه ما كتبغيش تبوك لاليا، كتبوك غير شي شويه، شفتوا مبوك لي غير شي شويه، ما كتبغيش عييت معاها، ولكن هادي عطاتني الطور تبوكلات ليا. المهم البنات غادي نحبس معاكم وغادي نوض باش نلبس نلبس هذيك الجبادوره ونختم معاكم. المهم البنات غادي نوريكم هاد العبايه هاد الكسيوه هادي اولا ما عرفتش واش غنسميها قندوره اولا. وريت عليكم داك النهار ما كنتش مصايبه شعري وما كنتش دايره الماكياج، دابا قلت غادي نوريها لكم تشوفوا كيفاش حتى هي دايره. صراحه انا عجبتني بزاف هذه، كان ليا لبسها نهار العيد ما لبستهاش. نتمنى تكون عجباتكم ان شاء الله، ودرتها على حساب بغيت ندير شي تصويرات هكا الانستغرام، وقلت غادي نشارك معكم الناس اللي ما عندهمش انستغرام حتى هما يشوفوها كيفاش جاتني هكا في اللبسه. البنات اللي غادي يسولوني هذه راه جاتني غير كادو، راني ما عارفاش الثمن ديالها، وحتى ديك الجلابه الاخرى بعد شي بنات قالوا لي راه جات كبيره. البنات انا ما عارفاش يعني جاتني كادو يعني ما مخيطاهاش، فهمتوني؟ تيسالي ان شاء الله الحجر ونمشي نقص ليها من الكمام، ماشي هذه الجلابه اللي كنت لابسه البارح. المهم هادشي اللي كاين البنات، نتمنى تعجبكم، قولي واش كيجيني بلدي زوين. وهادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم. قولي الماكياج حتى هو كيجاني واش زعما كنعرف شويه نخربق في وجهي ولا لا. تقطيعه قلتوا لي الحمد لله بعدا جات زوينه وانا حتى انا عجبتني صراحه. المهم هادشي اللي كاين، غادي نحبس معكم الفيديو هنا ونقول لكم نتلاقى معكم غدا ان شاء الله. بداو دابا اليوميات والوصفات والروتين اللي رجع اللي كان غادي يرجع. المهم هادشي اللي كاين، كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم الله يخطيكم عليا، وانتم اللي كتشجعوني والله القسم الا لي كومونتير ديالكم البارح كيفرحوا الحمد لله والشكر لله. نتمنى انني دائما نبقى نعجبكم دائما وابدا، وكيف ما كنقول لكم ما فيها باس الواحد يدور براسو ويتهلا براسو. خليتوها نتوما كتقولوا لي ما حدك صغيره باقي ما دخلوش معك المشاكل، باقا ديال راسك تمتعي براسك وتمتعي يعني بالوقت ديالك، لان الوقت كيجري والله ما الواحد يتمتع به ما حدو شويه شاد باقي شويه صغير، ولا حتى تقلال صحته عاد يولي يقول كون غير درت هذه، كون غيرت انا مشيت سافرت لهاد البلاصه، كون غيرت انا كنت كنلبس اللي عجبني، كون غير، لان راه العمر راه كيجي عام مره واحده، العمر راه غادي كاين يعني عنده طريق واحده غادي، ما كيرجعش يتسنى شي واحد ولا كيقول بلاتي نتسنى هذا تيعيش ولا هذا تيلبس ولا هذا. فالحمد لله وشكرا لله الله يخطيكم عليا، كنحمد الله ونشكر بكم لانكم كتشجعوني، والله اللي يحشمنا بعضياتنا، والمهم الله يخلينا في صبارتنا. الواحد يبقى كيف ما الناس عرفوه متواضع نهار الاول يبقى متواضع حتى الاخر، يعني حتى الاخر المطاف. الشكل كيتغير كيتبدل، الحوايج كيتقطعوا كيتشراو حوايج اخرين، الشعر كيتقطع كيطوال كيقصر، الوجه كيبيض كيكحل كيسمر كيبيض كيصفر كيخضر، ولكن القلب ما كيتبدلش، معمره يتبدل ان شاء الله. المهم نحبس معكم هنايا وغادي نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.